محمد وهيب الرئيس المؤسس لمهرجان بوجلود بمدينة سلا. الحمد لله ونحن نعيش التظاهر العاشرة تحت شعار التراث اللامادي في خدمة التنمية. نحس كشباب وكمؤسسي لهذا المورث بحاضرة مدينة سلا بأننا قطعنا أشواط ولله الحمد. يعني وخصوصا بحضور تظاهر ومكرم فنان ابن حاضرة مدينة سلا في شخص الأستاذ المحبوب عثمان هشام المشهور بجميل وهو مكرم الدورة. هذه التظاهرة أخذت أبعاد فعلا أبعاد التنمية، أبعاد استحضار الهوية الإفريقية الأمازيغية المغربية ولكن بطقوس سلاوية. مهرجان بوجلود هو تشبيب للثقافة، هو تغيير المضمون للتراث، هو تثقيف للشباب. مهرجان بوجلود هو تناخذه ككلمة هو اللي نلهب حي سيدي موسى. وفعلا بالمشاركة ديال مجموعة ديال الفروق التراثية الأهاجي الشعبية وكذلك المشاركة لأحد الفرق من الكونغو برازيليا في الطقوس الإفريقية وحضور الجهة الدار البيضاء في شخص الأصدقاء والرفاق في قرع طوبول، نقول نحن حاضرون لامتداد هذا الموروث لأنه الاستحضار دياله بحي سيدي موسى كان أول أساس في 2007 هو لإسماع من لا صوت له، واليوم نقول بأن صوتنا مسموع كذلك. بما أن في إطار هذه العملية التي نقوم بها عملنا كذلك وخصوصا تزامن المهرجان ومناسبة الانتخابات بأن هناك لجنة تنظيمية تشرف على العملية للقول للشباب والمواطنين نحن نازلون نحن حاضرون في العملية ديال التصويت، المهم هي نزلوا وغادي نعبروا على صوتنا، المهم المشاركة خصها تكون. وقول ما بغيتي في الصندوق منين تدخل المعزل قول ما بغيتي، لأننا نتحدث عن التنمية وفي إطار متضامن من أجل التنمية نقول الله الوطن الملك. عيد بوجلود كنقدم لكم رصيد. أولا أنا سميتي جميل موتشو اللي كنخدم مع فرقة أنور الجندي، ومن هذا المنبر تنحيي الأستاذ ديالي أنور الجندي اللي دارني نكون فنان ديال مدينة سلا. تنشكر الجمعية اللي محتفلة بي اليوم بهذه المناسبة، محتفلة بجميل لأن هذه المرة الثانية باش يديروا لي التكريم، وتنشكر الجمعية وكنشكر الجميع وكنشكر الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة وشكرا.